ازيكم يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ ويا رب تكونوا كويسين وفي أفضل حال إن شاء الله. النهاردة هنشرح تالت جزء في الريبورتد سبيتش، اللي هو بيحتوي على الأمر والطلب وكمان النصيحة والاقتراح. يلا بينا نبتدي عشان ما نضيعش وقت. أول حاجة بس أفكركم ايه هو الدايركت سبيتش وازاي بنحوله للريبورتد سبيتش. الدايركت سبيتش كلام حد قاله بنفسه، يعني الشخص اللي اتكلم هو اللي قال الكلام ده، انما في الريبورتد حد بيبلغ الكلام اللي اتقال، عشان كده بنشيل الكوتيشنز اللي هما القوسين. بصوا كده الاكزامبل اللي قدامكم ده، he said please behave، يعني لو سمحت حسن سلوكك. ازاي نحولها من direct لreported speech؟ سهلة جدا وتعتبر من أسهل الأجزاء في الريبورت سبيتش كلها. كل اللي هتعمله إن أنت هتشيل القوسين وتحط to أو not to، ومعاهم asked أو ordered أو أي كلمة بالمعنى ده. يعني الإجابة هنا إيه؟ he asked. طيب هو قال لمين؟ هو قال له هو، يبقى he asked him أو he asked his son، قال لابنه to behave. ما عملتش أي حاجة، أنا بس شلت please عشان ما ينفعش أحطها في report speech، وحطيت asked بدل said، ممكن أبدلها بحاجات كتير، وحطيت to، ولو فيها don't يبقى not to، وحطيت الفعل مصدر. تعالوا نوضحها أكتر. يبقى كل اللي أنا حطيته إن مين قال الكلام ده لمين، يعني he told، he asked، he ordered، أو غيرهم كتير، وهنشوف في الفيديو ده كذا حاجة تانية غير told و asked و ordered. بعدين هنحط to لو أمر و not to لو نهي، اللي هو يعني زي ما قال له مثلا don't، ف don't بتتحول ل not to. وبعدين هنحط verb infinitive، يعني مش هنزود على الverb أي حاجة. وخلي بالكوا يا جماعة ان احنا لازم نغير البروناون، اللي هو مثلا I بيتحول اللي بيتكلم على حسب اللي بيتكلم ل he و she مثلا، you بتتحول المتحدث إليه اللي هو الشخص التاني المقابل، وبنغير كمان time اللي هي لو تفتكروا في الفيديو القديم قلناها اللي هو مثلا now بتبقى then، tonight بتبقى that night، tomorrow بتبقى the following day أو the day after، yesterday بتبقى the day before أو the previous day، وده كله قلناه في الفيديو اللي قبله. تعالوا ناخد example تاني عشان الموضوع يبقى واضح أكتر. هنا الضابط بيقول إيه؟ show me your license please، license اللي هي الرخصة. يبقى هنا هنقولها إزاي؟ the police officer ordered the driver، شايفين حطيت order ده، هو أمر الدرايفر إن هو يعمل إيه؟ to show him his license. خدتوا بالكم أنا غيرت إيه؟ أنا أول حاجة عملتها ordered، وكمان حطيت to مع الفعل show to show، وكمان غيرت your license ب his license عشان أطلع المعنى الصح، عشان أقول إن the police officer، إن الضابط أمر السائق إنه يوريه الرخصة بتاعته، بتاعته هو مش بتاعتك أنت، يعني ما ينفعش تكتب your license، لازم تكتب his license. تعالوا نوضحها أكتر. The firefighter said، رجل الإطفاء قال إيه؟ leave the house now girl، طبعا comma girl يعني يا بنت، يعني بيناديها، احنا في العربي في يا لكن في الانجليش مفيش، في كما والاسم او كما والناون، يبقى كده هو بيناديها على طول. هحولها ازاي؟ سهله جدا جدا جدا. اول حاجه نقول مين بيقول لمين، يعني يبقى ايه the firefighter، هنقولها بقى ايه the firefighter، the firefighter ordered the girl او asked the girl، يا انها تعمل ايه، هنقول بقى ايه، هنربطها بايه، بتو to leave the house. طب now دي تحولت ل then. طب واحدة تانية don't shout mom said to me.
طبعا هنا ماما بتعمل ايه؟ بتقول لي ما تزعقيش. يبقى مام اسكد مي، ماما طلبت مني. اسكد هنا يا جماعه بمعنى يطلب، لانها بتيجي ساعات بمعنى يسال او يطلب. يبقى ماما طلبت مني ان انا اعمل ايه؟ not to shout. خدتوا بالكم ان انا don't دي حولتها ل not to، ما ينفعش احط don't. يبقى mom asked me not to shout. بصوا برضو طلب تاني اهو بشكل تاني. ده طلب بيقول could you listen to me please. الاب بيقول لابنه could you listen to me please، ممكن تسمعني كويس من فضلك او ممكن تسمعني. بصوا the father asked his son to listen to him. بصوا ولا حطينا could ولا حطينا يو ولا حطينا الحاجات دي كلها، دخلنا في الموضوع على طول. The father asked his son، الأب طلب من ابنه to listen to him، إنه يسمعه. بس موضوع simple جدا. تعالوا ناخد examples أكتر عشان توضح أكتر. Dad said eat your food. يبقى Dad told the boy to eat his food. The doctor said take these pills 3 times a day. سهلة جدا. يبقى the doctor told the patient، بصوا هنربط ايه ب to take. طيب خلي بالكم من اللي جاية دي، these اتحولت ل those، ودي كنا قايلينها في الفيديو اللي فات ان في شوية changes بنغيرهم كده في ال reported speech. this بتبقى that، these بتبقى those، here بتبقى there، وحاجات تانية كتير. بصوا على الفيديو، هحط لكم اللينك في أسفل الفيديو عشان تشوفوا الفيديو قبل كده. يبقى the doctor told the patient to take those pills 3 times a day. اللي بعدها she said buy some milk in your way home. She asked her husband to buy some milk in his way home. شفتوا in your way بتتحول in his way على حسب انا قصدي ب your way دي لمين، مين اللي قصدي عليه بيها. انا بقول له هو في طريقك جيب لي لبن، يبقى هي طلبت من جوزها ان في طريقه يجيب لها لبن. بعد كده يا جماعه عندنا الادفايس. الادفايس اللي هي النصيحه، والنصيحه في الانجليش اصلا ليها كذا شكل، بشود بي او تو بي if I were you I would كذا، أقول بقى الحاجة اللي بنصحه فيها. وأخيرا you had better، وفي حاجات تانية كتير. You should study hard Mona told me. هنا عايزني أستخدم advised. سهلة برضو جدا نفس الحكاية. Mona advised me to study hard. بصوا شايفين أنا شلت إيه؟ شايفين شلت you should وشلت هشيل كل الرغي اللي أنتوا شايفينه فوق ده اللي تحت كلمة advised، كل دول بشيلهم يا جماعة، أنا بخش على الموضوع على طول. يبقى مونا advised me، مونا نصحتني إن أنا أعمل إيه؟ to study hard. بس يبقى هو يا جماعة مين بينصح مين؟ to أو not to وال verb infinite. طب ناخد واحدة تانية. If I were you I'd see a doctor. سهلة جدا. She advised me to see a doctor. It's very easy يا جماعة. كل اللي إحنا عملناه شلنا كل الرغي ودخلنا على النصيحة على طول، الحاجة اللي مطلوبة على طول. تمام؟ نصيحة تانية don't smoke please. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بنشيل please دي خالص. يبقى she advised her friend not to smoke علشان don't اتحولت ل not to. suggestions الاقتراحات، لما تيجي تقترح لحد حاجة ممكن تقول له كذا حاجة، ممكن تقول له let's، ممكن تقول له what about، ممكن تقول له how about، وكل وغيرهم كتير. ففي كذا طريقة للاقتراح أو recommendation يعني. Let's go out tonight Hannah suggested. كل اللي أنا هعمله إن أنا هحط suggested أو recommended وأحط جنبهم ING. بصوا بقى خدوا بالكم هنا إن أنا حطيت ING مش to زي الجملة اللي فاتت. بصوا كده Hannah suggested going out that night. Hannah suggested، يبقى دي أول تغير عملته، شلت let's وشلت كل الكلام اللي هو فيه اقتراحات ده وحطيت suggested، اكتفيت ب suggested، وبعد suggested حطيت ال verb plus ing علشان هو دي القاعدة بتاعت suggested، ليها اتنين rules، يا إما تحط verb
مباشرة بعد suggested حط ing أو تحط that و full sentence والverb لازم يبقى infinitive. يبقى Hannah suggested going out that night أو Hannah suggested that we go out that night. خلي بالكم يا جماعة الverb لازم يبقى infinitive في لو حطيت that. لو حطيت that لازم جملة كاملة وverb infinitive. خدوا بالكم كمان إن أنا غيرت tonight be that night ومعانا جملة كمان what about visiting her tomorrow. What about visiting her tomorrow؟ برضو سهلة جدا. She recommended، بصوا اي ان جي على طول وراها اهي. She recommended ايه؟ اقترحت ايه؟ خشوا في الموضوع على طول. She recommended visiting her the following day. أو واحدة تانية. She recommended that we visit her the following day. تمام؟ I think إن هي مش صعبة خالص. احنا كل اللي احنا عملناه هي حاجة بين الاتنين suggest و recommend بيجي وراهم verb ing لو جه مباشرة وراهم، ولو جه ذات وراهم حط جملة كاملة والفعل فيها لازم يبقى مصدر. تعالوا يا جماعة ناخد شكل تاني للكلمات اللي احنا ممكن نحطها. احنا كده خدنا advised، كده خدنا suggested، recommended، ordered، told، كل الكلام اللي احنا خدناه. هل في كلمات تانية؟ اه طبعا في كلمات تانية كتير جدا انت ممكن تحطها مكان الكلمات اللي احنا خدناها النهاردة وبتدي نفس المعنى ونفس كل حاجة. اهم حاجة بس خد بالك من الجرامر بتاعها. احنا عندنا هنا مثلا الكابتن بيشجع السولجر بتاعه الجندي وبيقول له be brave soldier، خليك شجاع يا سولجر يا جندي. فهنا هنقول له ايه؟ the captain encouraged the soldier to be brave. هي بصوا الفكره في السلايد ده ان انا بقول لكم ان ينفع الاثنين، يعني مش لازم الكلمات تبقى told و asked و advised والكلام ده، لا في كلمات كتير انت ممكن تحطها مكان اللي احنا خدناه النهارده زي دي مثلا. طيب واحده ثانيه go to your room. The father told his son to go to his room. برضه انا ما قلتش اي حاجه غير حطيت بس told وحطيت to go، ربطتها بتو و your room بقت his room. Don't eat my carrot. طبعا الأرنب بيقول كده، يبقى the rabbit told everyone not to، اهي don't اتحولت not to eat his carrot. هنا مثلا في ورقة إعلان بتقول please don't feed the animals، ف the ad asked people not to feed the animals. ودلوقتي يا جماعة جه وقت الأسئلة. مفروض ان انتوا في السلايد ده هتعملوا pause، هتحلوا الأسئلة دي كويس جدا مع نفسكم، وبعدين في السلايد اللي بعده انا هوريكو الانسرز فتشوفوا انتوا حليتوا صح ولا غلط، وتكتبوا لي في الكومنتس تحت هل انتوا حليتوا صح ولا غلط، علشان لو غلط انا هقول لكم تعملوا ايه او تحلوها صح ازاي في الكومنتس تحت. فمفروض ان انت هتحلها دلوقتي. pause the video and start to answer these questions. And start to answer these questions. وبكده دول الإجابات يا جماعة. أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا، وأنا معاكم في قناة Easy English with إيمان سامي. وأي سؤال أنا تحت أمركم فيه. Thanks for watching. Bye bye.